3/19 اكتوبر، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه 9. مرحبا بكم في موعدكم اليومي من رونديفو 9، واكيد عوده على ابرز الاحداث الوطنيه ولكن ايضا الدوليه، مختلف الاراء حول ما يحدث في تونس. نرجع لهم بالتحليل والنقاش مع ضيوفي الليله، اولاد البرنامج مش ضيوفي. ناجي زعيري، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك ناجي زعيري. خليفه بن سالم، مرحبا. مرحبا عدنان بالحاج عمر، مرحبا بيك. اهلا ملاك، اهلا. مرحبا بيك. تمنياتنا بالشفاء العاجل لزميلنا لطفي العماري اللي كان المفروض يكون ما بيناتنا الليله، نتمناو له الشفاء والعوده لبرنامج رونديفو 9. الليله نحكيو على ملفات الفساد الاداري والمالي اللي حكينا فيهم البارح ديجا بالمندوبيه الجهويه للتعليم والتربيه بسيدي بوزيد، ويكون حاضر معنا الاسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعه العامه للتعليم الثانوي، لكن ايضا الشخصيه اللي كشفت على ملفات الفساد هذه، ونحكي هوني على الاسعد حجلاوي النائب بالبرلمان المجمد، هو كان اول او طرف الخيط اللي اشار لملفات الفساد هذه وكانت بدايه التحقيق فيها. نفهموا منه اكثر تفاصيل حول الكواليس، كيفاش تلقى المساله هذه وكيفاش اشار لها ووين وصلت الابحاث الى حد اللحظه. نحكيه ايضا على ارتفاع الاسعار، على اللي يهم المواطن، على القلق اللي قاعدين نحسوا فيه من كل مواطن تونسي فيما يخص المؤشرات اللي قاعده ماشيه وترتفع في الاسواق التونسيه في المواد الاستهلاكيه وغيرها، ونسبه التضخم اللي ولات تتحس عند التوانسه اليوم. هذا الكل مع مراد بن حسين مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك. هذا الكل نشوفوه مع ضيوفنا الليله. لكن في الفلاش نيوز نحكيوا على زيت الحاكم، زيت المدعم، شنو هو اسباب اختفائه الى حد اللحظه، علاش اليوم ما عادش نلقاوه في الاسواق. يكون معنا جمال العرف امين عام المجمع المهني لمعالجي زيت النباتي المدعم. جواب حركة النهضة على تصريحاته هو فيما يخص الزيت المدعم واتهاماته لحركة النهضة مع عبد الفتاح الطاغوتي مسؤول مكتب الإعلام والاتصال لحركة النهضة. وأخيرا هاجر بوهلال النائب في البرلمان المجمد اللي تقول اليوم ما عادش عندي الدخل، مريضة بالمرض الخبيث عافانا وعافاكم الله، تتوجه للكلام لكن الكلام تقول لها لا ما عندكش الحق في العلاج. نفهموا الأسباب والمسببات بعد شوية في اتصال هاتفي مع المعنية بالأمر، ونبدأ بآخر الأخبار. نحكيه على جهاد الزعور، هو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. شنو اللي يقول خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم؟ يقول أنه صندوق في تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة، وهو يراقب الوضع في البلاد للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الإصلاحات والسياسات اللي باش نفذها الحكومة الجديدة. كما تعلمين تم تشكيل حكومة الأسبوع الماضي، ونحن على تواصل وفريق العمل على تواصل مع السلطات التونسية. يعود للسلطات التونسية طلب مساعدة الصندوق أو من خلال برنامج، وسيتم ذلك بناء على الخطة الاقتصادية والمشاريع الإصلاحية التي تود الحكومة التونسية القيام بها، ونحن على تواصل مستمر مع نظرائنا في الحكومة، أكان مع وزارة المالية أو مع بنك المركزي. خلينا نتوقف عند التصريح هذا بما أنه سيل من التصريحات من الخبراء فيما يتعلق بالعلاقة مع المانحين الدوليين، لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هذه إشارة من جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى من داخل صندوق الدولي، صندوق النقد الدولي عفوا. يقول راهي المحادثات مع السلطات التونسية لم تنقطع إلى حد اللحظة، ورانا في
انتظار الإصلاحات المنتظرة للحكومة الجديدة، ويعطي حتى أرقام. ناجي الزعيري يقول منذ أزمة كورونا أكثر من 1.4 مليار دولار قدمت لتونس من قبل صندوق النقد الدولي. ماذا يعني هذا؟ هي بقوسين المفاوضات ما توقفتش، لكن يعني لم تنقطع نهائيا، لكنها توقفت مؤقتا طبعا مع 25 جويلية ولسار نهار 25 جويلية توقفت دونك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي برحيل حكومة هشام المشيشي وسقوط المنظومة السياسية. بالتأكيد ستستأنف، وفما إشارات على استئناف المشاورات خليني نقول أو المحادثات الأولية خلال اجتماعات الخريف اللي بدأت مؤخرا وشارك فيها محافظ البنك المركزي والمدير العام لصندوق النقد الدولي. كانت في ندوة صحفية سئلت عن المشاورات والمفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس، وقالت أنها يعني تنتظر قائمة الإصلاحات اللي باش تقدمها الحكومة الجديدة، حكومة نجلة بودن. صحيح الوضعية المالية في تونس صعبة جدا، وصحيح المديونية سقفها ارتفع بشكل غير مسبوق. اليوم نحكيه على 41 مليار دولار حجم المديونية، نحكيه على نسبة مديونية اللي فاقت الناتج القومي الخام، يعني تقريبا حوالي وصلنا ل 105 او 106 تقريبا بالمئة طبعا مقارنه بالناتج الوطني الخام. نحكيو على وضع متعسر لتونس بعد النوتاسيون، بعد التصنيف الاخير لوكاله موديز، واللي الحقيقه وكما قال البارح كان بحثنا مسؤول البنك المركزي وقال المهمة باش تكون صعبة جدا، مهمة الحصول على المزيد من القروض ومهمة خروج تونس للسوق المالية العالمية. بالتأكيد عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على استعداد الصندوق لإقراض تونس من جديد، لكن بشرط المرة هذه يبدو أن التعامل باش يكون بأكثر صرامة مع تونس، لأن صندوق النقد الدولي يشترط يعني ترسانة من الإصلاحات اللي تقدمها الحكومة وتلتزم بتطبيقها. خليفة، مانيش متعودين أنه مثل هؤلاء الممثلين لصندوق النقد الدولي في التوقيت هذا بالذات يخرجوا الإعلام العالمي والمحلي والدولي ويحكيوا، نحكيوا احنا فيما يخص تونس على الأقل والعلاقة مع تونس، باش تفسر هذايا في الوقت الراهن؟ مستويين، المستوى الأول وضعية المديونية وفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق تقريب التوجيهات نسميها بين ظفرين بتاع الصندوق، واضح أنه فشلنا في هذا، لأنه السؤال الكبير ماذا يريد المقرض وفي ماذا يرغب المقرض، المقرض هو اللي يأخذ، المقرض هو اللي يعطي، اللي يعطي عنده تصور للاقتصاد، عنده تصور للآليات بتاع النمو، عنده تصور لمستقبل الاقتصاد الليبرالي والحر، واللي ياخذ في الفلوس تبين انه في الواضح ياخذ في الفلوس وكهو في تونس، خاطر ياخذ في الفلوس ولكن مردوديتها ما ظهرتش، والاصلاحات ما قاموش به. اليوم ولا الموضوع اكثر ومضاعف متزامن مع الازمه السياسيه اللي تعيشها البلاد، يعني بعد اجراءات 25 جويليا 22 سبتمبر ولت تونس احدى الملفات التي تتداول بقوه في الخارج وفي علاقه اساسا بالمالحين باعتبار تبعيه هذا الاقتصاد، باعتبار ارتهان هذا الاقتصاد تيله هذه العشريه بطريقه فاقت امكانيات الاقتصاد نفسه، لانه قضيه التدين ماهيش مشكل في حد ذاتها، ولكن كي تتحول المديونيه الى عائق مش الى اليه باش تطوروا بها الاقتصاد ونركموا بها الثروه ونخلقوا بها مواطن شغل ونعملوا بها النمو ثم ينعكس على مستوى التنميه، تولي مشكله. تزامن المعطى السياسي مع الوضعيه الماليه بالضروره ستصبح ملفك كما لو كان ملف دولي ويتداول في كل مكان في العالم، ويحتمل كما تقول بعض المعطيات، والبارح كذبنا السيد معناها بتاع البنك المركزي فرضيه نادي باريس وغيرها غير ما كذب الخبراء، ما كذبناش احنا قلنا وجهه نظر مخالفه اكزاكتومون رايي في الموضوع. الكلمه المفتاح ربما في تصريحات جهاد ازعور، شي يقول انه صندوق النقد الدولي عدنان ينتظر في برنامج اصلاحات الحكومه الجديده، هذه الكلمه المفتاح.
برنامج إصلاحات الحكومة الجديدة اللي مازلنا ما نعرفوش، لكن مرتبط ارتباط وثيق اليوم زاد بالمحادثات وبالعلاقة مع اتحاد الشغل. إلى حد اللحظة مازلنا ما نعرفوش، ما خذيناش هكا علامات تشير إلى أنه الحكومة ستتعامل مع الاتحاد الشغل، شنية المؤسسات العمومية اللي باش تتصلح، حكاية كتلة الأجور باش تصير زيادة فيها ولا لا. هذه المواضيع التابو اللي نحكيو فيها تقريبا كل عام كي نحكيو على العلاقة بين الحكومة بين الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالمانحين الدوليين. أنا يظهر لي معناها تواصلا مع كلامك أن صندوق النقد الدولي يبحث عن حكومة في تونس، وليه سنوات يبحث عن حكومة. إيش معناها حكومة؟ يبحث عن حكومة مستقرة تاخذ التزامات، تكون أولا مستقرة صحيح، تاخذ التزامات وتحترم التزاماتها، وتكون يعني ثقة، باش نسهلوا الفهم للناس الكل، حكومة ثقة، لأن الحكومات التي تداولت على تونس في السنوات الفارطة الكل لم تكن عند التزاماتها، والأشياء اللي تفهموا فيها، خاطر الحكومات لما يمشيوا الأمريكي ويتحدثوا مع صندوق النقد الدولي، ولما يجيوا مسؤولي صندوق النقد الدولي يتفهموا في أشياء ويقولوا لهم أوكي باش نعملوا الشيء هذا وهذا باش يتم، ولا حجم كتلة الأجور باش نقصوا فيها، ولا تدين وعجز الميزانية باش نحكموه والمؤسسات العمومية باش نعيد هيكلتها على الأقل. فهمتني؟ هذا الكل شيء ما تم اليوم، وهذاك علاش نجاوب حتى على سؤالك اللي قبل هذايا، هذاك علاش هما رجعوا يتكلموا على خاطر ممكن تلمحوا في البروفيل نتاع الحكومه هذه ناس جديين، ربما يقول لك الناس هذوما باش يفهموا شنو هي المطالب نتاعنا، وممكن زاد تونس اليوم وصلت الزنقه للهارب، ممكن يعني وضعيه البلاد ضعيفه في حد ذاتها. هذا شو قاعد نقول لك انا، ممكن الزنقه وصلت للهارب وتوا تونس باش تكون مجبره على تطبيق تعليمات تطبيق توصيات وقت تقول تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي، هوني نتسال لأنه الخطاب الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد ما يخليناش في اللي كنا نعتقدوه أو كنا نفهموه من خلال الخطابات القديمة. اليوم ننتظر زيارة لصندوق النقد الدولي كما أشار زياد أزعور، لكن اسكو باش يكون في نفس السياق نتاع السنوات الماضيه والاشهر الماضيه ما نعرفوش، لانه اليوم الخطاب مختلف، يجينا من رئاسه الجمهوريه ومن رئيس الجمهوريه قيس سعيد. هما يلوحوا الفكره نتاعهم ويقول لك انا راه معناها باش ناخذ نوع من الباري، يعني باش نخاطر معاك على شيء وانا غدوه ما نعطيك الفلوس كان اذا تلتزم باشياء. انت تنجم تواجهه بخطاب اخر ولا بتحجر ولا بموقف معناها فيه برشا احترازات، هذاك موضوع اخر، اما من البدايه تتفصل هو ظهر حسن الاستعداد نتاع صندوق النقد الدولي، يظهر من كلام نتاع السيد جهاد أزعور، معناها احنا كنا متخوفين راهو بكري ناجي قال ما انقطعش الحوار مع تونس، لا انقطع من حكومه المشيشي، ما تعملتش تقريبا كي تحسب التسع اشهر اللي قاعد فيها ما فيش، لكن الدوله تستمر. انت تعطي في الاكزامبل نتاع هشام المشيشي، لكن اونتخ تون الدوله راهي دوله تونسيه تستمر بغض النظر على الدوله تستمر، وصندوق النقد الدولي زاد يستمر وهو على موقفه باقي على موقفه. سامحني راو ما توقفش الحوار والمشاورات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما توقفتش وقت حكومة المشيشي، بالعكس فما توقفت حتى ديتراش وقفت هي فما حتى لا فلوس لا كان يجب أن تدفع ولم تدفع. هي استؤنفت المشاورات تقريبا مع بعد أشهر قليلة من مجيء حكومة هشام المشيشي، ومشى وفد وقتها فيه وزير المالية علي الكوعي ومحافظ البنك المركزي، ثم وفد كامل تحول تنقل إلى الى الولايات المتحده الامريكيه، وشنو ترتب عليه على مستوى صار فما حوار مع اعضاء مجلس اداره صندوق النقد الدولي. الحوار ديما تونس لا تونس من لا من الناس المساهمين في صندوق النقد الدولي، مش حوار للنقاش، هو حوار لاستئناف برنامج جديد
كلمة برنامج في قاموس صندوق النقد الدولي تعني دعم جديد، تعني هوني مانيش موافقتك ناجي. صندوق النقد الدولي نقاش جديد، الحكومة لابد تتحاور نفس الشروط اللي توا تحدثوا عليها كانت موجودة لها 7 شهور. ناجي تحكي على نقاش جديد، كثارة مفاوضات ناجي خليفة يحكي على نقاش جديد، ألوغ النقاش القديم والاتفاقات والتوصيات القديمة لم تنفذ بعد، دونك باش نمروا لشنو هذا حاجة أخرى. خليني نوضح بربي نحل قوس صغير. راهي صارت مشاورات، راهو فما وافد تونسي يتنقل كان يترأس وزير المالية ومعاه محافظ البنك المركزي ولم يفلح. خلينا نقولوها بصفة واضحة، وقفت المفاوضات، وقفت وقفت برحيل حكومة هشام مشيش من قبل، لا لا رحيل للأسباب اللي كانت تتحدث فيها ملك، واللي هي اليوم زادة رجعت. المشاورات ما أدتش إلى اتفاق نهائي، لأنه الاتفاق على لأنه وقتها هزت حكومة المشيشي هز وثيقة فيها الإصلاحات اللي تعهدت حكومة المشيشي باش تنفذها. المشاورات المفاوضات وقفت غادي، لم تستأنف. توا صندوق النقد الدولي من خلال التصريح هذا ومن خلال تصريح كريستيانا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي ثم تعبير على استعداد للدخول في برنامج جديد في قرض جديد. واضح ناجي، خليه الفرصه للخليفه. راه شوف لا فما لا فهمت وجهه النظر نتاعك، خليه الفرصه للخليفه فقط جوست نكمل جمله يا ملاك. خيبيان ما هذا توا موضوع مهم، خلي على الاقل الناس تعرفوا. ما راي تونس وقت اللي رجعت بعد يعني توقف سنوات، تونس تقريبا من اواسط التسعينات هكولا صلح لي يا عدنان كان شغال، ما عادش تتعامل مع صندوق النقد الدولي، ما عادش تحصل على القروض. وقت اللي استأنفت تونس دخلت في نادي المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الثوره، وبالتحديد تقريبا مع اول حكومه جات عام 2012. خلينا نقدموا ناجي، هذا التاريخ، هذا التاريخ. ما عادش نحكي وراء، ما عادش نحكي وراء على توصيات وراء في السنوات الاخيره. توا ولينا نحكيو على واضح التزامات خليفة وتعهدات. المقابله الجديده مع اعضاء الحكومه الجدد ومع رئيس الحكومه الجديده نجلة بودن، تنجم تبدل حاجه في السياقات القديمه اللي كان يحكي فيها نجي؟ سقف الخطاب تاع الحكومه يعود الى رئيس الجمهوريه، سقف مرتفع. ما اعتقدش على مستوى القناعات، احنا تو نتابعوا في الرجل انه ضد هالمنطق اللي يسير به صندوق النقد الدولي، معناها المساعدات لهذه الدول، القروض لهذه الدول، التوصيات لهذه الدول. التمشي هذاك واضح قيس سعيد ما يبدو ما ينسجمش معاه، لأنه يعتبره داخل في منطق السيادة، يعني أقرب تقريبا للمواقف اللي يتبناها الاتحاد العام للشغل، اللي يتبناها اليسار تاريخيا، وليس قدرا على الشعوب صندوق نقد الدولة. واعطيني يعني بالتجربة الأصل أنا كان حل صندوق نقد الدولة، نعرف شليه يمشي ولا يمشيش. أنا مش أنت قلت قيس سعيد، أنا قلت لك سقف الخطاب لقيس سعيد. هل تعتقد قيس سعيد يقبل بخصخصة المؤسسات على حساب الجديد اللي بيشغير العام؟ ما هو أنت تابعه، على كل تونس ما عندهاش برشا خيارات. هذيك الوضعية المالية الكارثية اليوم تونس عندها فما زوج ثلاثة خيارات. أيوة. إما تمشي صندوق النقد الدولي تاخو قرض جديد ونمشي نقبل الشعب النبي وتلتزم بإصلاحات جديدة، لا أنا نمشي وتوعد 10 سنين صندوق النقد الدولي. عندها تونس عندها خيار، عندها زادة خيار السيادة راهو معطى مهم جدا إنها تستحفظ عليها بغض النظر عن الوضع. زادة خطاب نعرف عمليا صندوق النقد الدولي هذا كله مرتبط بالسيادة الوطنية. صندوق النقد الدولي معناها فرطت في السيادة، لا فرطت في سيادتها في مستوى الخيارات، يتدخلوا حتى في منظومه التعليم. ما عندكش خيار يا اخي، عندك خيار ننتحروا يا اخي، عندك مديونيه، عندك مديونيه نتاع 107%. تراجع الوضعيه يا اخي، مديونيه تتفاوض على اساس من جديد. ودي احنا فلتنا في الوضعيه بعد 2011 في منطق الشعبويه. خلينا نقدموا، ها باش نعطيكم معطى اخر. لا للبنك الدولي، لا للقروض، لا مش تعيش، مش معطى اخر. خليفه وناجي والله غريبه. باش نعطيكم معطى اخر، باش نعطيكم معطى اخر، تسمعوني ولا لا؟ شيء من العقلانيه يا خليفه، العقلانيه. اسمعني اسمعني، ما تسمعنيش. وقت اللي ما يبداش عندك مديونيه تاع 41 مليار دولار والمديونيه تاعك، هذا لا يعني هذا لا يعني انه فرط في السياده الوطنيه. خلينا نشوف مجلس الشؤون الخارجيه في الاتحاد الاوروبي اللي اجتمع امس. خلينا نقدموا في
نفس النقاش او في نفس السياق. مجلس الشؤون الخارجيه في الاتحاد الاوروبي اللي اجتمع امس اعتبر انه الاعلان على حكومه جديده في تونس يعتبر خطوه اولى ايجابيه، ومن جهتهم اعتبروا وزراء خارجيه دول الاتحاد الاوروبي على اهميه الحفاظ على المكاسب او المكسب الديمقراطي في تونس واحترام الفصل بين السلطات، وشدوا على اهميه استئناف الدور الطبيعي للمؤسسات. التقرير هذا الى خصلكم مختلف الاراء. أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول الاتحاد ناقشوا أمس الوضع في تونس على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وشددوا على أهمية الحفاظ على المكسب الديمقراطي واحترام الفصل بين السلطات، مع التأكيد على استئناف الدور الطبيعي للمؤسسات. كما أشار المجلس أثر الاجتماع إلى أن الإعلان عن حكومة جديدة في تونس يعتبر خطوة أولى إيجابية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعتها عن كثب. من جهته شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل الجمعة الماضي خلال مكالمة جمعته برئيس الجمهورية قيس سعيد أنه سيتعين على رئيس الدولة الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد، مذكرا باحترام الاتحاد الأوروبي لسيادة تونس، ومؤكدا في الوقت ذاته على أهمية وضع جدول زمني للعودة إلى النظام الدستوري على أساس الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية، مع الحفاظ على الحرية الأساسية التي من شأنها أن تنجم عن حوار شفاف وشامل يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب التونسي. وكان بوريل قد نقل عقب لقائه برئيس الجمهورية في 10 سبتمبر الماضي المخاوف الأوروبية بشأن الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس. سفراء مجموعة الدول السبع بتونس بدورهم أصدروا بلاغ في وقت سابق حثوا خلاله على سرعة العودة في البلاد إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز. كما حمل اجتماع اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأمريكي المنعقد يوم الخميس الفارط تحذيرات من وضع الديمقراطية في تونس ومن المساس بالحريات ومخاوف من استمرار الوضع الاستثنائي وعدم إيفاء الرئيس بتعهداته وغياب أي خارطة للإصلاحات السياسية والاقتصادية. كما حذرت أيضا لجنة الكونغرس من تسليط عقوبات على تونس من قبيل مراجعة التمويلات المقدمة لها في حال عدم العودة إلى المسار الديمقراطي. نحكيه على اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اللي هو ربما يفكرنا في نفس السياق باجتماع أو جلسة الاستماع داخل الكونغرس الأمريكي لتداول فيه آخر تطورات الوضع في بلادنا، وهوني قاعدين نستناو زادة في قرارات أو مخرجات هذا الاجتماع اللي أوبليغاتوارمون باش يصدر عليها مخرجات وموقف سياسي بعينه اللي قاعدين نتابعوا فيه. خطوة إيجابية صحيح تعيين الحكومة، لكن في نفس الوقت هذايا موقف فيه برشا احتراز قاعدين يصدروا فيه، وقاعدين عن كثب يشوفوا التطورات في تونس، مع العلم أنه مبدئيا قاعدين يأكدوا وزراء الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحوار الوطني ومبدأ التشاركي في هذا الحوار، وعلى أنه النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات. كيفاش تقرأ هذا الاجتماع ومخرجاته؟ أولا ثم موضوع تذكر بكري جبدو خليفة موضوع السيادة. أنا مع الرأي القائل بأنه مازمش نخلطوه في كل شيء موضوع السيادة، لكن هنا في المواضيع متاع الموقف الأمريكي وموقف الاتحاد الأوروبي ما يلزمناش يخفى علينا الجانب السياسي واللي ربما يكون عنده تداعيات مس موضوع السيادة. لما نتحدث عن الموقف الأمريكي يلزمنا نعرف أن أمريكا أهم حاجة عندها، متعرف الأهم قبل المهم، أهم حاجة عندها في الموضوع متاع البلدان من نوع تونس هي مسألة التطبيع، يعني ديما الإطار الخلفي لطوال دفون هي مسألة التطبيع، وباقي الأمور لن أقول أنها تعليت، أما هي تسهل لها باش تتنقل من الأمور الاقتصادية تولي تضغط في اتجاه التطبيع. كيف انت تعطيها جنب وتعطيها عصا باش تضربك تلزك تولي تلزك للتطبيع وتخليك تفهم الموضوع هذا. موضوع التطبيع الى حد اللحظه في المساله السياسيه الخبراء الكل يقول لك الى ان بروبليم نتاع التطبيع هو توال دو فون نتاع الموضوع. وبالنسبه للاتحاد الخبراء راهو ما همش ريفيرونس، على خاطر ثم كل واحد وعنده حساباته، كل واحد مش ريفيرونس بالنسبه للطرف ضد ذاك.
مختلفين حتى تصريحاتهم، ما مش مجمعين على نفس النقطة اللي تحكي فيها. العالم قدامنا ونشوفوا قديش من دولة عربية دفعت نحو التطبيع وعندهم الفكرة أنهم يدفعوا التطبيع. لكن يجب التفريق التفريق بين مسألة الديمقراطية ومسألة السيادة الوطنية، ثم فرق كبير. أنا هذا الكلام اللي قلته وقلت لك راهو ما يلزمنا نعرفوا اللي هما عندهم فكرة التطبيع طوال دو فون إطار خلفي ونقطة هامة، ولكن احنا ما يلزمش نعطيهم العصا باش يجبدوها النقطة هذيك. وكيفاش ما نعطيهمش العصا؟ لما في المسألة الديمقراطية ومسألة التشريك نكونوا واقفين على سقينا. سيادتك سي خليفة تكسبها كي تبدا واقف على سقيك ويشوفوا بلادك يراوها بلاد محترمة تشرك الناس فيها الديمقراطية، ما عادش ينجموا يدخلوا لك في موضوع. إذا شنو المطلوب اليوم من قيس سعيد باش يعطي الإشارات اللي تحكي عليها أنت لطمأنة الخارج والداخل في المسألة هذه؟ تحديد السقف الزمني، خارطة الطريق، والحكومة تمضي معناها في والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كذلك عنده مسألة هامة يحب اللي هي لاليكا، اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل اللي يحبوا يوصلوا له، واللي فيه معناها تهريئة للقطاع الفلاحي التونسي وتهريئة لقطاع الخدمات. هم يحبوا يوصلوا لنا هذاك، ما تخليوش عليه ومازال ما تروح، وهذا لابد يكون في الذهن. هذا ما يمنعش الكلام اللي كنت تقول فيه انت واللي انا سطرت تحته، ان التشريك والتسقيف والمضي قدما في اطار معناها التفاعل مع المجتمع المدني والمنظمات وغير ذلك من القوى الحيه في تونس هام وهام جدا. به خليفه، بخلاف الاجتماع نتاع الاتحاد الاوروبي وما اعلن عنه وزراء الشؤون الخارجيه داخل الاتحاد الاوروبي، اليوم راهو او جينا خبر من لجنه الاعتمادات في الكونغرس الامريكي تدعو الاداره الامريكيه باش تواصل صرف المساعدات المخصصه لتونس ضمن برنامج الدعم والتمويل العسكري الخارجي لسنه 2020، لكن عندها شروط. في ظرف 25 يوم تطالب 45 عفوا يوم تطالب بالتحقيق او بالتحقق ما اذا كان الجيش التونسي شارك او ساند في تراجع الديمقراطيه في البلاد، السلطات التونسيه استخدمت او اعتمدت على الجيش لتعزيز خطوات استبداديه، واخيرا السلطات التونسيه بصدد اتخاذ خطوات ذات مصداقيه لاعاده النظام الدستوري والديمقراطيه بما في ذلك ضمان حريه التعبير. هذه شروطها باش تواصل الاعتمادات المخصصه لتونس. هذا يدخل في مبدا السياده والاستقلاليه ام لا؟ تونس لهم فكره السياده، ولكن انا في اعتقادي احنا في قلب موضوع السياده، وهذا هو جوستومون جوهر السياده الوطنيه. تونس له للسياده، خلينا نفسر لك فكرتي. نجي متحمس وانا زاد انا متحمس على نفس الفكره. تفضل انت عندك وجهه نظر خلي وقت نقولها. تفضل احنا في موضوع السياده طبعا. بيان سور جوهر السياده الوطنيه. تفضل خليفه اعطينا انت رايك. قبل ما نوصل فكره السياده، انا في اعتقادي أنه تجربة الانتقال الديمقراطي موضوع أمريكي لا علاقة للأوروبيين به، والأوروبيين طوروا في موقفهم انطلاقا من تطورات الموقف الأمريكي. من الأول ما ظهروش أنهم ضد إجراءات 25 جويلية وحتى ضد إجراءات 22 سبتمبر. كل نتطور الموقف الأمريكي جاء بعد ما جاء الوفد الأمريكي لتونس، بعد وجيسات هبط موقف، بعده بدأوا يتكلموا المفوضين الأوروبية، جاء ممثل خارجي المفوضيه الاوروبيه لتونس والتقى بعض الاطراف السياسيه والمجتمع المدني والتقى رئيس الجمهوريه. موقفهم هما يتبعوا في الولايات المتحده الامريكيه. نعود انا في تقديري المتواضع سيناجي انه تجربه الانتقال الديمقراطي خيار امريكي في هذه المنطقه تخص الاسلام السياسي لا احد سواه. وتو دافعوا على الديمقراطيه ولهنا رابش شو حد حمل همامي في الحكم ولا منجي الرحوي ولا شكون. بالنسبة لهم هما مراهنة على بين ظفرين ما عرف عندهم بالإسلام الديمقراطي. نهار اللي تضرب هذا الإسلام الديمقراطي بين ظفرين من قبل إجراءات 25 جويلية بعد الاحتجاج الشعبية والإجراءات خذها رئيس الجمهورية، بداوا يتابعوا في الأمر لأنهم ما يعترفوش وما يعتقدوش وما يتصوروش ثم تجربة للديمقراطية في العالم هذا بدون عصب رئيسي فيها الجماعات الإسلامية. وراو الإسلام الديمقراطي هذا اللي تم تمكينه بفضل خياراتهم هم، وهم رعاوها من 2011 وهم رعاوها الدستور اللي موجود عندنا. من 25 جويلية ثم 22 سبتمبر بالنسبة لهم أصبح المشروع في خطر. هذه الصعوبة اللي موجودة معهم مع قيس سعيد. إذن وين يحبوا مش في هالبرلمان في حاتم مليكي ولا في فلان وغير. واضح الآن
قلنا وقلتها عندك من اللور مش يعملوا عملية احتواء للموضوع مراقبة تدريجية مش يحاولوا تدريجيا يرجعوه يقنعوه بعودة طرف هذا إلى المشهد البرلماني والحكمي سواء كان البرلمان هذا وتعمل انتخابات سابقة لأوانها خطروا هذه اللعبة حل البرلمان وعمل انتخابات على ننوى بصفة مباشرة خليفة راهو هذه تخمينة متأكدة هذه تخمينة قراءتي أنا أي قراءة وقت اللي يقول لك نحن لا وقت اليوم يقولوا العودة إلى الشرعية والعودة إلى الدستور العودة الشرعية والدستور شو بتراجع شو مستراجع؟ تعاود تخلق حركية ديمقراطية نجم تكون الذهاب إلى انتخابات تشريعية مباشرة هو لا أقرأ الأوروبيين قال لك يرجع البرلمان هذا لا لا في النقاش هذا اللي أنت فهمت هذا اللي أنت فهمت هذا فهمك أنت هذا فهمك في التدخلات مش موجود لا لا نقرأ لك توا التدخلات لا لا مذكور البرلمان نفسه هذا أنا عندي سمعت بالنسبة للأمريكان يقولوا نحبوا اللي قالوا في الكونفرنس تاعو وشوف تدخلات نواب طبعا ناتي ثم نواب طالبوا رسميا بعودة البرلمان لكن في اعتقادي الأمر الكله مرتبط بالتصور الامريكي ماهوش التصور الاوروبي في خضم كل هذا باش خليك انت قراءتك للي صار اليوم في الاتحاد الاوروبي لا خاطر عندنا قراءه مخالفه عندنا جوستومون انت رقم التصريحات ضف الى ذلك ناجي زياره وزيره او نائبه وزير الخارجيه الامريكي لتونس ماذا تعني؟ اللي هي اليوم شوف فما اهتمام بما يحدث في تونس بالوضع في تونس الوضع السياسي بالاساس اليوم الجلسة اللي صارت في اجتماع وزراء الخارجية وزراء خارجية الدول الأوروبية ثم عدة نقاط أثيرت مش نمشي إلى أبرز ما قيل خاصة اللي جاء على لسان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل واللي قال تونس دولة صديقة ولكنها تعيش وضع استثنائي مقلق التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان بالتزامن مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب زاد في قلق الاتحاد الأوروبي في ختام الكلمة اللي قالها السيد هذا جوزيف بوريل اللي كان له اتصال تقريبا في أكثر من مناسبة مع رئيس الجمهورية ونقل حتى ما قاله له رئيس الجمهورية التونسية نقله في يعني وقالوا خلال الاجتماع اللي صار اليوم وفما حتى تقرير تعمل تقرير معناه موجود على صفحة البرلمان الأوروبي نجم أي شخص يطلع عليه شو ملخص الحكاية وين يحبوا يوصلوا الاتحاد الأوروبي بعد التعبير عن القلق عما يحدث والقلق متاعهم المصدر متاعه أن ما اتخذه رئيس جمهورية من تدابير استثنائية ما فماش سقف زمني ليه الرؤية غير واضحة ما ثماش فيزيبيليتي ما ثماش وضوح يعني للخطوات اللي مش يقتحها رئيس الجمهورية ثم مشروع قرار سيطرح على البرلمان الأوروبي للتصويت في قادم الأيام ملخص النقاش الاتحاد الأوروبي عبر عن الدعم متاعه للشعب التونسي ويقول أن الدعم هذا مشروط بخطوات وقرارات ملموسة تتخذها السلطات التونسية وسيتصرف الاتحاد الأوروبي وفق الطرق الأنسب لمرافقة البلاد نحو الديمقراطية ما ثمش مطالبة بعودة البرلمان الحالي هذا غير موجود ما تطرحش في النقاش ثم مطالبة لرئيس الجمهورية بالعودة إلى الديمقراطية بالعودة إلى المؤسسات بالعودة إلى دولة القانون ويفسر عليش بسبب الفصل عدم الفصل بالنسبة وهي النقطة 14 اللي يكلف فيها رئيس البرلمان الأوروبي بإحالة هذا القرار المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية والممثل الأعلى لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية حكومة الجمهورية التونسية ورئيس المجلس يعني القرار سيبلغ به حتى رئيس المجلس لا رئيس المجلس الأوروبي لا 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 لا, 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 لا يحكي على رئيس أنا قريته لا أطرف الرابع عشر النور أنا قريته بالنور وذيك باللغة الأصلية أنا قريته باللغة الأصلية أغزر باللول رئيس المجلس الأوروبي باللول يتحدث على رئيس المجلس الأوروبي وبعد تحدث على رئيس المجلس أبدا مش نواصل أنا قريتها باللغة الأصلية ناجي مش نواصل نور لا لا ناجي عنا فصل مش نكمل نختصر نحاول نختصر أفكارنا
راهو مسألة السيادة غير مطروحة اليوم. راهو لا أحد لا مطروحة في خطاب رئيس الجمهورية في كل مرة مطروحة وإنها خط أحمر وإنها خط أحمر. بيسيرش نتفعلوا معك. راهو حتى تونسي اليوم لا نسمح بالمساس بالسيادة الوطنية. هذا السيادة الوطنية خط أحمر. لكن اليوم وقت اللي البرلمان الأوروبي يطرح الوضع السياسي في تونس ويطلب راه ما فماش قرار راهو ما فماش عقوبات طرحت اليوم راهو ما فما حتى مشروع عقوبات. البرلمان الأوروبي قال لتونس لرئيس الجمهورية راهو يلزم العودة سريعا إلى الوضع السياسي الطبيعي يعني مش عودة للبرلمان راهي عودة. أولا الساعة يلزم وضع حد تاريخ زمني لانتهاء التدابير الاستثنائية هذه يلزم مرحلة استثنائية هذه يلزم تنتهي يلزم يكون عندها أجل نفس السياق. بعد 4-5 شهور 6 شهور نوعدك نرجع نفس السياق. يطالبوا أيضا هما اعتبروا تشكيل الحكومة خطوة إيجابية لكن ما يطلبوا أي لكن باحتراز رد بالك ناجي ماهوش في المطلق راهي ماهيش خطوة إيجابية في المطلق بشروط وباحترازات خطوة إيجابية. أي. لفات أنه رئيس جمهورية شكل حكومة اليوم فما حكومة تخدم فما رئيس حكومة بي. احنا ننتظروا البرامج والسياسات نتاع الحكومة هذه. لكن ما يطلبه سواء الأمريكان وإلا الأوروبيين يل. هو وضع رزنامة زمنية للخطوات القادمة. ما زلنا واصلين معكم في أخبارنا فصل ثم نعود.